السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيواجه البطل المغربي إلياس بولعيد خصمه البرتغالي في النزال الثاني في بطولة بريف للفنون القتالية المختلطة، بعد أن حقق فوز لافت في نزاله الأول بالضربة القاضية على خصمه. ويمتاز البطل المغربي إلياس بولعيد بقوة الضربات والسرعة المذهلة لهذا البطل المغربي الذي كان في الكيك بوكسين وحصد عدة ألقاب وأحزمة في الكيك بوكسين. وهذا النزال سوف يكون يوم السبت 22 فبراير. شكرا أصدقائي على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.